الآن مشاهدينا نتحول بكم وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية في هذه الوقفة. عرض لأخبار الطقس مع فاطمة خليل. لك فاطمة. شكرا هبة، شكرا رجائي، وأهلا بكم مشاهدينا ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 19، الصغرى 12، اسكندرية 18-11، مطروح 20-10، بورسعيد 19-11، إسماعيلية 20-11، وجوها مائل للبرودة. بالنسبة للسويس 20-11، العريش 20-10، طابة 20-11، شرم الشيخ 22-13، الغردقة 23-12، جوها معتدل. بالنسبة للأقصر 22-8، أسوان 22-10، الوادي الجديد 19-5، شلاتين 24-14، حلايب 22-15، وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. We'll be right back.